الشيء الجديد أولا فكرة استحداث لجنة من تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للمراقبة المالية للعمليات الانتخابية والاستفتائية سواء المحلية أو التشريعية. هذا شيء جديد. كذلك الاقتراع على القائمة النسبية المفتوحة بعدما كانت مغلقة. هذه دائما الهدف الاستراتيجي المتوخى هو أخلقت العمل السياسي وإبعاد المال الفاسد عن السياسة. هذه الأهداف المباشرة وكذلك التمثيل الحقيقي للفئات الشعبية خاصة الكفاءات، بالإضافة إلى إنقاص العتبة بعدما كانت 7 إلى 5%. أعتقد أن هذه في غير محلها لاعتبارات كثيرة. أولا أن هناك قانون عضوي المتعلق بترقية المرأة في المجال السياسي، يعني في المجالس المنتخبة المحلية والتشريعية، بالإضافة إلى تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار. هذه لها خلفية دولية وليست وطنية، لكن الخلفية الدولية تقول بالثلث وليس بالنصف. هذه ممكن أننا نعتبرها بالإضافة إلى ثلث من الشباب تمييز إيجابي، positive discrimination. الجزائر تبنت التمثيل النسبي بمعنى أن كل شخص كل حزب يأخذ عدد المقاعد حسب ما تحصل عليه من نتائج في وعيه الانتخابي، فكلما زادت النسبة كلما زاد عدد التمثيل. والآن الشيء الجديد هو التمثيل النسبي مع تبني القائمة المفتوحة عوض القائمة المغلقة التي كانت موجودة من قبل. القائمة المفتوحة كانت موجودة في زمن الحزب الواحد في الثمانينيات القرن الماضي، كانت موجودة. هذه لها مزايا ولها عيوب. المزايا في أنها تقضي على المال الفاسد أكيد، لأن ما كانش رأس القائمة، تدو ليست ما كانش، وبالتالي ما تكونش شكارة. يعني كان هناك القائمة بعد المقاعد المطلوب شغلها بالإضافة إلى الإضافيين الموجودين، وبالتالي المواطن يصوت على من يريد والترتيب ليس مهما. الإشكال فيها ربما أنها تأخذ بعض الوقت عند الإعداد، عند الحساب تأخذ وقت، وكذلك ممكن أنها يعني تغذي العروشية وتغذي القبائلية أكثر، لأن كل جهات يعني تصوت على ابنها من جهتها إلى آخره. ربما لأن في ليس في كل الجزائر، ولكن في بعض المناطق ربما تأخذ هذا المنحة في هذه من عيوبها، ولكن هي كذلك ممارسة فلنجربها يعني. وأعتقد أن منافعها أكثر من مضارها. تخفيض النسبة حتى في المعامل الانتخابي من 7 إلى 5% هذا نقطة مهمة جدا، لأن كان بكري 7%. كل قائمة انتخابية لم تحصل على 7% لا تدخل ضمن الحساب المعامل الانتخابي، لكن الآن خفضت إلى 5%. يعني الحزب الذي لم يحصل على 5% لا يدخل ضمن حساب، يعني لو جبت 4% ما تدخلش، ما تأخذ حتى منصب وما تأخذ حتى مقعد. إذا أخذت 5 فما فوق تأخذ على حساب ما أخذت، لكن 4% هذه للدخول، 4% هذه النسبة المئوية التي تسمح لك بالدخول في العملية الانتخابية. التي تأس هذه ممكن أن لا نمنحها 4% لأنها لم تحصل على أي شيء ولم تشارك، ولكن عليها بالتوقيعات، وهذا شيء قانوني لأنها تأسست جديدة وبالتالي تدخل مرحلة التوقيعات. وإذا كانت تحتاج إلى مساعدة في التوقيعات، مساعدة مادية، نساعدها، يعني الدولة تساعدها ماديا لأنها أحزاب ضعيفة وليست لديها إمكانيات مادية، ولكن ليس بسببها نقصي الأحزاب الأخرى ونلغي المراكز القانونية المكتسبة والنسب القانونية المكتسبة لها بحجة أن الأحزاب التي لم تتأسس أو لم تدخل انتخابات ليس لديها 4%.